إتجار بالبشر، بيدوفيليا وأعمال غير قانونية، بالمختصر كلها تكهنات طرحها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول النفق اليهودي الغامض في نيويورك. فانتشار فيديو لتفاصيل مزعجة حول وجود كرسي للأطفال وفرش عليها بقعة دماء كبيرة طرحت علامات استفهام كثيرة حول ماهية استخدام هذا النفق. أندرو تيت لاعب الكيك بوكسينج السابق مثلا كان من بين المشككين بطبيعة النشاطات داخل النفق، متسائلا عن ارتباطه داخل الكنيسة اليهودي بمتحف للأطفال، ولكن هذه المعلومة تبقى غير دقيقة حتى الساعة فيما كشفت التحقيقات الأولية عن حفر رجال يهود ينتمون لحركة حباد للنفق بغرض توسيع المعبد بطريقة غير شرعية. ولكن برأيك، هل ستكشف حقيقة ما يحصل فعلا تحت الأرض لمن فوقها؟